بخير انت من الشعب تكون في احسن الاحوال. انا رجعت لك، انت اللي عروسه وانت اللي نفسه، وبغيتي تلبسي بحالك بحال ولدك. واضح ان شاء الله غادي نبدا لكم، غادي ندير لكم هذا الدرس ديال العروسه، وفي نفس الوقت انت اللي نفسه في يعني في دروس. غادي نسبق لك هذا القفطان، نتبع لك السلهام، ونتبع لك اللبسه اللي تلبسي مع ولدك الصغير. صافي، وبامكانك ديريها حتى البنيه، غير اللون انا درت بحساب يعني لون وليد، ولكن انت كانت بنيه الله يخليها لك ويخليك ليها، ولبسيها وتفرحي بها. غير اللون اللي تبدلي، غديري اللون على حساب البنوطه. صافي، تابعي معايا. اول حاجه غادي تجيبي ثوب فيه الطول ديالك في جوج. انا هنايا جبت الطول ديالي في جوج، يعدي هنايا متر و70، راكم عارفين تيعجبني الطول. واضح، ما عندك لا قياس لا والو، انت جالسه في دارك، ما عندكش علاقه بالخياطه، غادا تفصليه. واضح، اشنو غادي ديري؟ جيبي لي الطول ديالك في جوج المرات، طوي الثوب على جوج، ومن بعد طوي على ربعه، يجي الثوب مسدود من هنا ومسدود من هنا ومسدود من هنا، عادي. صافي، يعني الدهشه ما تكونش، يعني ما انا معاك، ما تخافيش ان شاء الله ديري قفطانك وغتفرحي به، وغادي تدخلي عندي الخاص وغادي تشكريني لان غادي يجيك رائع. يلا تبعي معايا. من بعد ما طويت الثوب على اربعه، غادي تحسبي لي الدوره ديال الصدر ديالك، غير هكا غير مرخوفه، ماشي ما تزيدي لا والو، غير مرخوفه وقسمي على اربعه. شحال لقيت؟ لقيت عندي انا 27، غادي ندير زائد سنتيم هي 30 على هاد الشكل هذا. هاك غادي نزل واش يبان لك، نجيب شي لون البنات اخر ونرجع معاكم. كما شفتوا غادي نعتمد تخدم غير بيدي قدامكم، واخا ما عندكش مسطرات، ما عندكش يعني اللوازم ديال الخياطه، غير بيديك. انا تنخدم مع تنوريك انت اللي ما عندكش، بغيتي ديري شي حاجه اللي زوينه اللي بيدك وتفرحي بها، تبعي معايا. من بعد ما حسبتي الربع ديالك الدوره ديال الصدر ديالك وقسمتيها على اربعه، انا لقيت 29 زيد سنتيم 130، غادي ندير النقطه هنا. شوفي معايا غير باش البلا ما تسطر كاع، غير لقيطه هنا، وغادي ننزل هنايا شوفي معايا بالربع ديالي نيشان اللي هي 29، وهنا الربع زائد واحد هي هذه. شتي هنا هذا هو الملتقى ديالو. اشنو غديري؟ غادي تسطري بحال هكا لقيطه، تسير غير هكا، ما تخافيش غير هكا هكا تلهم تلخم. اشنو غادي ديري؟ شوفي معايا هنا، غادي تطلعي هنايا ب 14 سنتيم، وقسمي في النص هذه المسافه، وتجيبيها دايره هاك، ما خسرة حتى حاجه. صافي، شوفي معايا دابا هنا غادي تحسبي لي هنايا، شوفي ركزي معايا، 34 سنتيم، ادخلي ب 6 سنتيم وتجيبيها هاك، وفاش تكملي نزلي هنا ب 6 سنتيم وحده اخرى. صافي، وتجيبيها دايره. شوفي مزيان دابا قفطانك هاكا، الا بالك الختمه مابقاتش عاود تقادي هاكا هاكا، اي ما تبان شي حاجه خارجه، ما تخافي لا من الحوض منهونش المنكرش، تا تحزمي تا تجي هي هذيك. شوفوا البنات واش باين مزيان، شوفوا مزيان، نبغيكم كلكم العرايساتنا ديال هذا العام والنفايس ديالنا ديال هذا العام تلبسوا من يديكم. اللي ما عندهاش الماكينه وما بغاش تخيط ماشي مشكل، كاينين الصناعيه تبارك الله، يطلع لك رخيص، تشوفي صانع تشري له السلعه وتعطيه يطرق لك. هنايا غديري 8 سنتيم على جوج هاك، وغادي ننزل هنايا ب 16 سنتيم ونجيبو هاكا، جيبي بالمسطره ولا جيبي شويه داير ماشي مشكل. شوفوا البنات واش باين لكم مزيان، غادي نمشي معكم في المقص قطق، ما تقطعوا ليش هاد التقوارة الكبيره، غادي تقطعوا لي هاد الصغيره هاك. شفتي الثوب هنا كيمسدود وهنا كيمسدود؟ يلا اجي معايا من هنا، غادي نبدا من الجلايد هاكا ونمشي غير شويه. انتوما خدموا بلا تخي في الاي بيض، انا درت لكم هذا اللون غير باش يبان لكم البنات، والله يكمل على الجميع والله يفرح الجميع ان شاء الله، ونتمنى هذا العام يكون عام خير لكم كاملين، اللي عروسه الله يكمل عليها بالخير، واللي نفيسه الله يعني كما تنقولوا الله يقعدها كما تيقولوا بالدارجه يعني المغاربه، ان شاء الله لوليداتها ولدارها وترجع ان شاء الله بصحه جديده وترجع لها الصحيحه ديالها. شفتوا معايا، ونقطع من هنا
هاد الخفيط انا البنات غادي ندير لكم معاه السلهام اللي غتكون الحصه الثانيه الدرس الثاني غادي يكون السلهام ان شاء الله. شوفوا دابا واش بان لكم، انا حيدت هادشي كامل باش يبان. من بعد ركزي معايا هنا، شوفي هنا غادي نهز غير هادو اللي بجوج ونقطع. شفتي معايا هاك اشنو غادي ندير؟ غادي نفتح دابا ماشي كلشي، بغيت غير نستوب، ما بغيتش نحل لكم باش يبان لكم. صافي غير هاك شفتو، نتوما قادو الطبله على حسابكم، انا حاولت ما بغيتش نحركها. صافي البنات قادتو بغي هنا، اللي بغات الطوق يكون زايد كثر يكون زايد كثر. صافي وغادي نعلم انا الظهر الوجه غير بالطباشير بيض باش يبان لينا. عندنا دابا الموديل هو هذا، نجيب الماركه من قبل ونوريكم الموديل. هنا البنات عندنا هذا هو الخطر ديالنا. شوفوا البنات بامكان اللي ما بغاش يجي غالي اشنو يدير له، غادي يطلقوه كامل، يطلق كامل وشريو غير دوك لي كالون ولا وحده يعني واحد السنتر واحد لي كالون منبتين ولصقوهم هنايا وشدوهم بالماكينه ولا بيديكم تيجي على هذا الشكل وتيتحزم. بغيتي ديري مضمه بغيتي ديري مجدول على حسب انت اللي بغيتي. بالنسبه هكا وان شاء الله غادي يكون عليه السلهام هنا كيما غادي تشوفوا ان شاء الله نوقفوه كامل باش ديك الساعه تشوفوا مع السلهام ديالو. صافي البنات دابا انا نوقفوني القفطان اي باش نديروا لي السياج وتشوفوا كيفاش جا. من بعد نتوما ديروا السورجي البنات ومن بعد خيطوا قفطان تيجي سامبل كتيجي زوين كتيجي يعني ان شاء الله نبغيكم كلكم تكونوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وكلكم تطبقوه. كيما شفتي السلهام ما فيهش الخياطه يعني شنو اللي فيه القبيب فقط. صافي تتكملوا الجناب كاملين حتى لتحت، ضروري ديروا لي السياج هو الاول حتى تقاد لكم ان شاء الله عاد ديك الساعه تفروها. اللي كانت جالسه في دارها ما عندهاش ماكينه يعني تمشي وتدفع ان شاء الله السفيفه ديالها تشري الحرير وتمشي تدفع للصانع تطلع لك رخيصه بلا ما يعني شي حاجه ديرها انت وقفتي عليها بيديك. صافي والجنب الاخر عاود ديالو. هنا المتراج ديال الثوب كيما قلت لك الطول ديالك في جوج المرات. واضحه البنات، نتمنى ان شاء الله الدرس ينال الاعجاب ديالكم وتسناو الحصه ديال السلهام ان شاء الله.